وأول تغريدة لنا من الإمام الخامنئي القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية إن الثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية واجب علينا. أيضا تغريدة أخرى من حسن الدر مرجع دين شيعي يصلي على جثمان قائد مقاومة سني. هذا مشهد استثنائي في تاريخ الصراع مع إسرائيل بعد سنوات من الصراع الطائفي ومليارات للتحريض على المقاومة. هذه الصورة ستبقى لأجيال علامة على أصالة الأمة في مواجهة العدو مهما تآمر الحكام وتكالب بعض العوام. هاشتاك إسماعيل هنية. أيضا مشاهدين تغريدة أخرى، لطيف إسماعيل هنية هي ابنة الشهيد السعيد إسماعيل هنية، تقول: الذين يقولون إن إيران السبب، ما كنتوا تستقبلوه أنتم في بلدانكم يا عرب، أنتم أقرب إلينا من إيران، ولكن كانت إيران هي السند لنا أفضل منكم، ولهذا السبب لا يحق لكم أن تتكلموا عن إيران، هي أشرف منكم بحسها، عاصمة الإسلام هي. هاشتاك إسماعيل هنية. أيضا تغريدة أخرى مشاهدينا، سبق من الدكتور عبد الله العمادي يقول: سبقه الأبناء والأحفاد إلى عالم الشهداء، وقال كلمته المشهورة: دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا. واليوم يرتقي إليهم ولسان حاله يردد الآية الخالدة: ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا هاشتاك إسماعيل هنية. وهذا الفيديو مشاهدينا، خلينا نشوفه ونرجع لكم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مشاهدينا، هذا الفيديو اللي يظهر به إسماعيل هنية الشهيد السعيد بتلاوة هاي الآية. طبعا قبل شهر هو كان بجولة تفقدية في إحدى المستشفيات، وبالتالي يكتشف أنه أولاده الثلاثة هم من ضمن الشهداء اللي ارتقوا أيضا إلى الرفيق الأعلى.